الانجليز، احنا لازم نجيب مصطفى كامل يحمسنا بكلماته وبحاجاته. صح، يحمسنا بحاجاته. انت صح. صح صح، محدش يراجع وراك. صح، يبقى عايزين مصطفى كامل. صح، يا مصطفى كامل اهو. مصطفى كامل اهو. مصطفى كامل اهو. مصطفى كامل اهو. يلا يا مصطفى كامل، قول لنا كلام يحمسنا. قشطة يابا. قشطة. قشطة يا عمي. قشطة. كله كده. قشطة. ولا كده. قشطة. شفت مصطفى كامل؟ شفت كلماته ولا ألحانه؟ انا متأثر قوي بمصطفى كامل. جوايا مصطفى كامل ده. متأثر بيه؟ ده جيش تغنى ومشي، يخرب بيت امي دي عيشة. احمد ربنا على عيشة، متضايق شد الفيشة. احمد ربنا على عيشة، متضايق شد الفيشة. ايه ده؟ ايه ده يا بطل؟ لو انت كده في الاوضة. ايوه، تبقى ليلتك سودة. لو انت كده في الاوضة، تبقى ليلتك ايه؟ تبقى ليلتك سودة. كفاية اهتاف. شفت مصطفى كامل مقصر فينا ازاي؟ معشش جوه قلوبنا. يا لهوي، انا دلوقتي بدوس على كل شيء بينا، ادمر كل شيء بينا. ادوس على قلبي الولد، توحشني. سيبكوا تخلصوا الالبوم بجد والله. امشي يا ابني، معشش في قلوبنا. الراجل ده اصلا اسطوره. ايوه، ده اصلا ما بيغنيش من الحنجره. امال ازاي؟ ده بزرار. حد ماسكه من هنا كل شويه. انا دلوقتي بدوس على كل والله. حد لعب في الفوليوم بتاعه، بس اموت واعرف مين. انا اموت واعرف احنا هنعمل ايه دلوقتي. مصطفى كامل ما نفعناش، هنعمل ايه؟ يبقى عايزين حد تاني اقوى من مصطفى كامل، هو اللي يقدر يقضي على الانجليز ما دام ان احنا مش قادرين عليهم. نجيب سعد زغلول. نجيب سعد زغلول. صح، هو اللي يقدر يقضي على الانجليز يا رفعت باشا. صح يا حناوة فندي. صح، احنا نجيب سعد باشا زغلول. يلا سعد. سعد يحيى سعد. سعد سعد يحيى سعد. سعد سعد يحيى سعد. سعد سعد يحيى سعد. يلا يا سعد يا زغلول، قول لنا كلام يحمسنا. العنب العنب العنب. العنب احمر احمر. اخضر اخضر. سعد زغلول. سعد زغلول. سعد زغلول. سعد زغلول. كله كده. كله كده. ولا كده. ايه ده؟ انا بوسع له كل مره وعارفه هيجري. بيقول لي كله كده زي الحمار باجي كده. شفت سعد زغلول؟ شفت كلماته ولا كلباته؟ يا ده مأثر فيا قوي سعد زغلول ده. كان عايز يخش بدينا هنا. ده مش سعد زغلول ولا مصطفى كامل، ده الواد ناصح النصاب اللي شغال مع الانجليزي. يخش يشتغلنا ويجري. طب ما قلتش ليه كده من الاول؟ بحب اغانيه. تسيبنا نقعد؟ انت كل شويه تقول لي حاجات متاخر يا رفعت. ما نعمل ايه يا عم؟ اسمع مني انا اولا، ما اسميش رفعت. تمام، ركز. انتوا بتغيروا اساميكوا ليه؟ انت اللي حول الله. ركز معانا خمس دقايق بس. ماشي، وهسيبك تروح. ماشي. بص بقى، ايوه، احنا نشتغل زي ما بيشتغلنا. صح. نعمل ايه؟ نتنكر ونقعد نعلم عليه. بس انا خايف صاحب الكباريه يجي يقبض علينا. يا عم صاحب الكباريه مات في الغاره. مات في الغاره؟ اه، يعني الكباريه دلوقتي ما بقاش ليه صاحب. ملوش. طب امسكه انا. مش هتعرف. ما اعرفش ليه. اصله كان خواجه. طب ما انا خواجه. هتعرف تعمل خواجه؟ ده انا عيلتي كلها خواجات. ايه يا مفيش حاجه، دي عيلتك وانت ادرى بيها، هم اجانب. ولا عيلتي. مش انت قصدك ان عيلتك اجانب؟ انا فاهمك. كلهم اجانب. في ايه؟ خلاص انا مريحك. فاهم. اهدى.
احنا نقتل بديعة صاحبة الكازينو ده ونسميه كازينو المرحومة. صح. ونمسك احنا الكازينو وانا هشتغل معاك هنا فيه. بس ما نقتلش بديعة على طول. ماشي. نشوفها الاول. نقتلها في الاخر. خلاص قشطة. يلا. خلاص. يلا. يلا. يلا يا موسى. وانت جاهز؟ انا جاهز. يلا. يلا. يلبس. ايوه انا بجهز اهو. جاهزه يا حاجه؟ جاهزه يا ابني، جاك صاروخ في معاميعك. خش يا حاجه واتفاجئ. يا رب رزقنا في الكوبوريه اللي احنا بنعمله ده. وانا كل ما اتنكر هعمل سوداني. تعالى يا خواجه. اهو اهو. بص، لقيت الخواجه ميت، خدت لبسه وجيت. خواجه انت ساحر كده. انت هتقرفنا ليه يا عم؟ والله ساحر. وانا كل ما اعمل حاجه هتقعد تقرفني. طب وريني خد دي بقى وهوريك الخواجه. هي دي اللي هتخليك خواجه؟ بس اظبطها بس. اما نشوف. يلا. تعالى يا عم شبلي. تحت بس. تحت عشان ما نموتش. ماشي. بس اهو كده بقيت خواجه يعني؟ انت يا خماره. انت يا حبيبي. كفايه مدح. انت مش عارف ان انا مش هحب اقعد مع خدي غيرك؟ انا خدي يا راجل يا شفايف. يا خراشي عليكي، انتي سوداني بتضحكني موت. ولما تعرفني هتحبني اكتر، اصل انا من النوع السوداني المقرمش. انتي ليكي اخوات يا سوداني؟ اخويا بيحبك موت كاجا فندي. والصغير لب سوري. اهو ده اللب السوري ده متغرب وسطيكو. اكل العيش. وليك اخوات فزدو عامل ايه؟ زي اللوز. انا مش عارف اسكتك. انا عارف انت انت لازم تيجي تزورنا في المقله اللي احنا عمالين نقلش فيها دي. الله. والله لازم. ده انتوا عيله مسليه واحسن من الفشار 100 مره يا سوداني يا عسل. انت ليه تقول حبيبي وليه ما عندكوش حرف الها؟ ايه خبيبي في ايه؟ فين حرف الها؟ ما عندناش خبيبي احنا، خبيبي كله خبيبي. قول لي الحروف عندك. كله خبيبي. اقول لك الحروف؟ ها؟ اسمع. الف ب ت س ج خ خ د ز ر ز س ش ص. انت كنت في حضانه ايه؟ الرخمه. انت عايز مني ايه دلوقتي يا خواجة؟ انا عايزك تشغل لي موسيقى اللي انا احبها يا حبيبي. اللي ايه؟ اللي انا احبها. موسيقى ماشي. اللي انا اموت فيها يا ايه ايه اللي ايه؟ اللي انا انت لخبطته. خليتني اقول اني. اني ايه؟ انت خواجة من الشرقية، ما تعمل. بس خمس دقايق ركز. يا ابني يا ابني انا ما انا عامل خواجة. عامل خواجه، ما تقعدش تضغط عليا في الكلام. خلاص. مش انا مش دوري. بص النوبي سهل. هتقرفني ليه؟ ما بص النوبي، بص ماله؟ تهب اشغل لك اغاني ايه؟ عبد الهمولي ولا عبد الهليم حافظ؟ عبد المجيد عبد الله والنبي. شغلوا له منين عبد المجيد ده؟ بيقول اي كلام. اماكن الضيعه يا انصاف. انصاف يا بنتي يا انصاف. يا بنتي يا مفاتن انا جايه اهو. انت كنت فين يا بت؟ كنت عند قابلتي جوه يا بت. كنت بتعملي ايه يا بت؟ يا بت كنت بظبطها عشان تظبطنا في الشغل كده. اسكتي يا بت يا انصاف، دي الغره النهارده كانت جامده قوي. اسكتي بقى ما تفكرنيش، ده هي تاخدهم كلهم يا اختي كده شطه واحده ونخلص منهم. ياخدهم كلهم انما هتلر لا، ده هتلر ده قلبي وروحي وحشيه. يا لهوي عليه وعلى شنبه. ما تهمدي شويه يا بت، يعني اللي جابت هتلر ده يا اختي ما جابتش غيره ولا ايه؟ يا اختي بقى جابت ولا ما جابتش؟ هو هتلر وبعد. طب بس بقى وسيبك من المنايل على عينه ده، وتعالي يا اختي دوري على المنايل على عينه التاني. مين؟ اللي هو العمده راح فين يا بنت؟ ده من ساعه الغره ما قامت والنور طفى مش باين له حس ولا خبر. ازيكم يا عاهرات؟ عاملين ايه؟ يا اللي لحم كتفنا من خيركم. يا
اللي من غيركم نقفل الكباريه ده خالص، محدش هيجي. عاملين ايه؟ اهلا يا خواجه. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا بيك انت. ازيك يا اصناف؟ اخبارك ايه؟ تمام. إيه ده، اسمك ولا اسم حد تاني؟ اسمي والله يا خواجه. وازيك يا مفاتن؟ ازيك يا كاريوكي، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كويسه يا اخويا الحمد لله. انت شغاله ايه عندنا هنا يا حبيبتي؟ فتاه ليه؟ طب دي شغلانه خرام. شغلانه خرام، اشتغلي شغلانه خلال تكسبي منها عيالك لسه صغننين. ليه يا حبيبتي الشغلانه دي؟ توبي. ازاي بس ازاي؟ انت هتعمليني زي صباح المغنيه، كل ما اقول لها توبي تقول بيقولوا لي توبي. ازاي بس ازاي؟ هي نيتها من جوه مش عايزه، هي مش حابه توب. هي من صغرها تقول لك من صغرنا واحنا بنبني عشنا مع بقيه من وهي صغيره ضايعه. ليه تدمري مستقبلك؟ انت لسه صغننه يا حبيبتي. طب اعمل ايه طيب؟ توبي. لا مش هتوب. توبي. مش هتوب. هتتوبي امتى؟ محدش هيقول لك توبي غيري في المكان ده. اسمعي الكلام يا حبيبتي، اسمعي. مش هتوب، مش هتوب بقى الله. طب بقول لك ايه يا خواجه؟ ايه يا حبيبتي؟ ما تيجي انت معايا النهارده ونتوب انا وانت بكره. انت تصدقي بالله؟ انت تعلمي العفه. انا مش عارف جايبك ليه في الكباريه دي، غلطه، غلطه مني. اتنيل امشي اما تشوف العمده مزنوق جوه في الحمام بقاله ساعه مش راضي يطلع. انت يا خماره. اوعى عينك. ايه؟ انت عايزه ايه؟ ما تمسكنيش كده. تعالي يا خماره بس كده. عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ انت اللي عايزه ايه؟ انت ما تعرفش انا مين؟ تاني اللي حاربت الانجليز في الحمله الانجليزيه، وحاربت البريطانيين في الحمله البريطانيه، وحاربت البيزنطيين في الحمله البيزنطينيه، وحاربت الناموس في باب الشعريه. ايه ده؟ انت ايه اللي انت لابسه ده يا عمده؟ ده كارينا. الله يخرب بيت الانجليز والحاجات اللي بيجيبوها معاهم وهم جايين. هم البنات دول اللي قالوا لي، قالوا لي عايز تبقى عمدة مارينا البس كريمة. انت جاي، انت عمدة لعبة ولا ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ بقول لك ايه يا عمدة؟ كل الزباين مش موجودين، ما فاضلش هنا في الكباريه غيرنا احنا والاسطى بديعة وسبع السباع يا عمدة. مين يا بنت سبع السباع ده؟ انت خمارة؟ انت خماره اكيد بيضحكوا عليكي. سبع السباع ده يعني بيعكسوكي عشان يسرقوكي في محصول القطن يا غبيه. والله؟ اه والله يا خبيب. يا بنت انا طب الله العظيم كلامك صح. ايوه يا خبيب، هضحك عليك ليه؟ والله يبقى لهم حق، انا بايع القطن اصلا وجاي هنا عشان خاطر اقعد معاهم. تصدق بالله؟ لا اله الا الله يا خبيب. ست الناس مراتي اللي في البيت شبهك بالظبط. طب هيضحكوا عليكي وهياخدوا منك محصول القطن، فهمت؟ يبقى لك الحلاوه لو عملوا كده. انت خماره، بقول لك هيضحكوا عليكي، انت مخك زنخ. طب انا قلت لك بقى انا اللي عايز يعملوا كده، انت مالك انت؟ ده ايه ده؟ انا طالع معاهم، عايز حاجه؟ ربنا يخليك. يلا بقى يا عمده. يلا يلا. لو حد سال عليا اقول لهم بيغير زيت. يلا بقى. يلا بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ والله العظيم العمده ده شكله هيجيب البلد دي في داهيه. لا حول الله يا رب. انت يا ده عثمان، يا عثمان الحقنا، يا عثمان انت فين؟ يا ده عثمان، يا ده عثمان. بس يهرب بيتك، يهرب بيتك.